السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس اللي فات اتعلمنا أو عرفنا إزاي نعمل أو نتعامل مع الستادي كيس، وإزاي أحدد الميثود اللي هشتغل بيها في لود فلو، وعرفنا نتعامل مع الستادي كيس بشكل عام. دلوقتي عاوزين نشوف إزاي نعمل ران لود فلو، وإزاي أشوف الأناليسز والألارت بتاع الإليمنت والقيم أو اليونتس اللي هتطلع لي. دلوقتي عرفنا المود او الستادي كيس والميثود اللي هنشتغل بيها، فالوقتي هنيجي نشوف التول بار ديت. عاوز اعمل ران للود فلو، الايقونه دي اسمها ران لود فلو، بضغط عليها هو بيعمل اوتوماتيك للود فلو، وبيعمل كالكوليشن للود فلو للباور والامبير والاكتف باور الاكتف باور والفولتج دروب والفولت ونسبة التحميل كام، كل ده هو بيحسبه بان انا اول ما اعمل ران للود فلو. الايقونه دي بتقول لي اوتوماتيك ران، بحيث لو انا غيرت مثلا في قيمه معينه بدل ما اروح اعمل لها ران تاني، هو اوتوماتيك اول ما اغير القيمه اوتوماتيك بيعمل ران للود فلو تاني. ده لو انا حابب اوقف الكالكوليشن ما بتظهرليش الا في حاله الكالكوليشن، يعني اول ما بعمل كده الكالكوليشن بيخلص خلاص ما بقدرش اوقفه لان الكالكوليشن خلص انتهى. هنا الالارت فيو بشوف المعدات اللي عندي او الاليمنت اللي عندي حصل عليها الارت. جنريتور 1 اضغط عليه مرتين هيظهر لي جنريتور 1 عليه اوفرلود كونديشن تايب جنريتور كونديشن اوفرلود، الريتنج بتاعه او الليميت بتاعه 5 ميجا وات، هو شغال على ال 5 ميجا وات يعني اوبريتنج 100%، فلذلك هو عمل الارت كم زي ما احنا محددينه في الاستادي كيس. لكن عندي بعض الاليمنت مارجنال، عندي بس 11 وبس 9، بس 11 اهو عندي اندر بيحدد لي الكونديشن بتاعه اندر فولتج، هو الريتد بتاعه 46% كيلو فولت، هو شغال على 448 فولت يعني شغال على 97.3% من قيمه الريتد فولت بتاعه او الريتنج فولت بتاعه. فلذلك احنا عاملين المارجنال بلس ماينس 2%، فهو تخطى ال 2% فلذلك عمله مارجنال، وهكذا في الباص 9. ده لو انا حابب ان انا اطلع البورد سيب الروبر قدام شويه. عاوز اعمل اناليسز للريزلت اللي انا طلعتها. اول ما اضغط عليها يفتح لي التاب دي، هنا بحدد ايه الانفورميشن اللي انا عاوز اطلعه. عاوز اعمل كجنرال انفورميشن، بيحدد لي الستادي كيس اي دي اللي انا شغال على لود فلو 1 او اللود فلو بس، ممكن شغال على كيس ستادي ثانيه بيطلع لي اسمها برضو. داتا البيز والنورمال، شغال على الكاتيجوري ديزاين في اللودينج و الجنريتور ديزاين برضو في حاله الديزاين. الدايفرست فاكتور نورمال لودينج. البصل عندي 7 بص 7 برانشات 1 جنريتور 1 باور جريد عندي 4 لود. اللود بيوضح لي برضو قيمه اللود بالميجا وات كام والبالميجا فار كام، والجنريتور بتاعي او الجنريشن بتاع السيستم بتاعي كام، بيوضح لي بالكام بالميجا وات وبالميجا فار. اللصص كام ميجا وات في السيستم كله وكام في الميجا فار. والميس ماتش ما فيش عندي ميس ماتش بين الاكويبمنت او بين الاليمنت. لا انا عاوز عندي هنا الريزلت بتاع الباص، بحدد نوع الباص اللي عندي هتظهر لي السورس باص ولا النود ولا
الام تي تي ولا او اللود باصز. هيظهر لي هنا كل الباصز في السيستم بتاعي 7 باص. بحدد اللي عاوز اصغر البولت بتاعه كام، افعل البولت تحت اللود فلو ريزولت، وهكذا في الميجا واط على حسب القيم اللي انا عاوز اظهرها في من خلال ان انا افعل، ونسبة اللودنج بتاعه كام اقدر افعل. طيب وهكذا هنا انا برضو بقدر احدد الكريتيكال والمارجنال من خلال الاستاد كيس، او اقدر احددها من التاب دي. افعل اللودنج يعمل الارت في حاله اللودنج، يعمل الارت في حاله الاوفر فول ولا ما يعملش الارت في حاله الكريتيكال، او اندر فولتج يعمل الارت ولا لا، وهكذا لو انا عاوز افعل المارجنال او ما افعلش المارجنال. والقيم دي انا بحددها، انا ممكن اغيرها من هنا اخليها 105 مثلا، خليها 100 زي ما هي 100%. هنا بحدد قيمة اليونت اللي هتظهر لي سواء كانت بالكيلو فولت امبير او بالميجا فولت امبير، وهكذا في الفولت بالكيلو فولت او بالبرسنتج او بالفولت. طبعا بيغير لي القيم دي على حسب التشوز بتاعي. طب انا حابب او عاوز اشوف الريزلت بتاع البرانشز، بحدد ان عاوز اشوفه من فروم باص كذا لباص كذا، الريتنج بتاعه ريتنج 1 وريتنج 2، الباور فاكتور عاوز اظهر الباور فاكتور، اظهر الفولتج دروب، اظهر اللوسز بالكيلو وات والكيلو فار، وهكذا برضو في الفولتج واليونتس ديت اقدر احددها. وبرضو في الكريتيكال والمارجنال عاوز افعلهم او ما افعلهمش، واحدد القيم ديت زي ما انا عاوز. في اللودنج ريزولت بشوف اللود متوصل بباص كام، نوعه، الريتنج، ده انواع اللود اللي هتظهر لي، جميع الانفورميشن مفعلها، وهكذا انا عاوز افعل الالارت سواء كان في الكريتيكال اوفرلود اوفر فولتج او الاندر فولتج، والمارجنال للاوفر فولتج والاندر فولتج. وفي السورس ما عنديش الا جنريتور وباور جريد. احدد الباصز او الاطراف بتاعها متوصل فين، التايب ده سنكرونس الجنريتور واليونت دي باور جريد، بيوضح لي الريتنج والكيلو فار والميجا فار والميجا وات والامبير والباور فاكتور ونسبة التحميل على الجنريشن كام، على الجنريتور كام. طيب انا عاوز اطلع الانفورميشن دي كلها، اطلع ازاي؟ اعملها اكسبورت، بحدد المكان اللي هتطلع فيه، اقول له اوكي، هيطلع لي الداتا دي كلها في الاكسل. ده التاب بتاع السورس كل الانفورميشن، بتاع الجنريتور الجنرال الباصز البرانش اللود. اقدر اخد كل القيم ديت واستخدمها زي ما انا عاوز. دلوقتي نشوف باقي الاليمنت. الاليمنت دي بتظهر لي في حاله ان انا يكون عندي سيستم انا كونكتد معاه، اقدر اعمل وعامل للسيستم ده ريبريزنتيشن على الايتاب، وبرضك انا كونكتد مع الايتاب كريال مع السيستم ده. طيب انا باخد القيم الريال وبعمل لود فلو
للسيستم اللي انا عامل له ريبريزنتيشن، واقارن بين القيم الريال والقيم اللي انا عامل لها لود فلو على الايتاب من خلال الايقونه دي. ده الديسبلاي بحدد اللي هيظهر لي او القيم اليونت سواء كان في الباور فلو، الفلو ريزولف، في البرانشز، بحدد القيم بتاع الريزولف في الاي سي كومبوننت او الاي سي والدي سي، والكالرز بتاع الباسز او الكالرز بتاع الاليمنت، لكن مش محتاجه قد كده يعني. هنا بيوضح لي هل يظهر اليونت او يخفيها زي ما هو موضح هنا. هنا مش ظاهر اليونت، هنا لما فعلها يظهر لي اليونت بتاع الارقام دي. هنا بقى بحدد القيمة اللي انا عاوزها تظهر لي في السيستم كام او ايه هي المدي، اضغط عليها وافضل ضاغط على الفارة واتحرك اشوف انا عاوز اظهر الكيلو فولت امبير مع الامبير، يظهر لي الكيلو فولت بتاع اليونت عشان تكون واضحة. هنا دي قيمة الكيلو فولت امبير وهنا قيمة الامبير، عاوز اظهر الامبير بس، الكلوفار بس، الكلوفار بس، وهكذا في جميع القيم اللي انا عاوز اظهر. هنا بيوضح لي الفولت يظهره لي بالفولت ولا كيلو فولت ولا بالبرسنتج. هنا بالبرسنتج 100% من ل 100% للباص ده كفولت، وهنا الفولت ده عليه لود او الفولت عليه 98 و94%، عاوز اوضحها بالفولت 4116 فولت. هنا بقى بوضح التيرمينال فولت بتاع اللود. هنا عندي لود، هنا عندي لود، وكمان لود هنا 3 4، هيظهر لي الجهد بتاعه. هو اصلا بالطبيعي متوصل بالباص ده، هو بالطبيعي يظهر لي عاوز تعالى تعالى او مش عاوز، ده تبع حضرتك. هنا بوضح الفولتج روب على الكيبل او على هنا 0% فولتج روب، هنا 1/10 بيظهر في الكيبلز، او لو انا عندي ترانسميشن لاين بيظهر لي في ترانسميشن لاين. ده لو انا عاوز اشتغل في لو انا عندي بانل في السيستم بتاعتي، في السيستم بتاعي، لكن لسه ما اتكلمناش عن البانل سيستم. ده خاصين بالريال تايم جيت اونلاين لاين داتا، ولو عاوز اعمل ارخيف للداتا ده بعمل رن للود فلو للسيستم اللي انا كونكتد معاه. نستنى الريبورت، نضغط عليه، بحدد لو انا عاوز مثلا اطلع حاجه معينه الباصص بس، بروح على الانبوت واطلع الباص. عاوز اعمل للريزلت بس، اطلع مثلا لود فلو روبرت البانل او بتاع اليو بي اس. بحدد الكلام ده كله اللي انا عاوز اطلعه، بحدده قبل ما اعمل اوكي، وبحدد ايه او نوع الروبرت اللي انا عاوز اطلعه وورد فيور او بي دي اف زي انا حابب. ولو انا عاوز اطلع الالارت بس، اقدر اطلع كل ايليمنت من دي او كل كومبوننت من دي كريبورت هدف. لكن هنا بتعمل لكل الداتا دي كلها، بتضغط او بتفعل كومبليت بيطلع لك كل الداتا في الريبورت وتقول له اوكي كده. طبعا انا عشان محدد الريبورت يطلع بي دي اف، فطلع لي بي دي اف. بيوضح لي بقى كل الداتا بتاع السيستم بتاعي في البصل، ده للبصل
ده لود فلو اناليسز، ويوضح لي بقى ايه كل الاناليسز بتاع الباص اللاينز او الكيبل ترانسفورمر البرانشز الليد فلو ريبر، ويحسب لي بقى بالميجا وات والميجا بار على الباص الكام واللودنج في حالة السمري، البرانش في حالة السمري واللوسز والالارت، بيطلع لي كل الداتا بتاع السيستم، وبيطلع لي الالارت او ايه هي القيم الالارت عندي اللي انا محددها كلودنج 100% يكون كريتيكال، و95% يكون مارجنال للودنج، والاوفر فولتج كذا والاندر فولتج كذا والاكزايتيشن كذا قيمته كذا والاندر اكزايتيشن قيمته كذا، ويوضح لي الاكيوبمنتس او الاليمنت اللي حصل عليها الارت. حصل على كريتيكال للجنريتور كان لانه 100% من او عمل اوبريتنج لل 100% فعليه اوفر لود، والباص 5 والباص 7 عليهم مارجنال الارت عشان عليهم اندر فولتج. وبكده قدرنا نعمل لود فلو لاي، نقدر نعمل لود فلو لاي سيستم عندنا، ونحدد الميثود اللي احنا شغالين عليها، ونقدر نعمل اناليسز ونطلع القيم اللي احنا محتاجينها او نعمل عليها استادي للسيستم ده بطريقه سلسه جدا وبطريقه فريندلي جدا. وقدرنا نشوف قيم الفولتج دروب في الكيبلز او في الترانسميشن لاين، وقدرنا نشوف اللوسز في ترانسفورمر او اللوسز في السيستم بتاعي كله. وبكده يكون وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا، استنونا في الدروس الجايه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.